بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 55 بعد 150. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان، إخوة الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطابت جميع أوقاتكم بكل خير. نحييكم أجمل تحية ونتواصل معكم ومع حلقة هذا الأسبوع من برنامج نور على الدرب. أسئلتكم نعرضها على ضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا وسهلا فضيلة الشيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. بارك الله فيكم وأثابكم الله. نستهل هذه الحلقة بما سأل به أحد الأخوة، يقول: قال الله تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. نعم. بارك الله فيكم. يسأل حفظكم الله عن التوبة وعن أثرها في حياة المسلم وعن هذه الآية المباركة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما هذه الآية الكريمة فهي واضحة المعنى، أن من وقع في الذنب أي ذنب كان فإنه معرض للعذاب، معرض للعذاب والعقوبة العاجلة واللاجلة، إلا من تاب. من تاب، تاب الله عليه وغفر له ومحى ذنبه وخطيئته. والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، والتوبة تجب ما قبلها كما في الحديث: إلا من تاب. فهذا معنى استثناء في هذه الآية، معنى الاستثناء في هذه الآية: إلا من تاب فإنه يسلم من الوعيد المرتب على المعصية. يسأل عن التوبة معناها وأيضا شروطها. التوبة معناها الرجوع، الرجوع من المعصية إلى الطاعة، وشروطها كما ذكر العلماء: إن كانت بين العبد وبين ربه اشترط لها ثلاثة شروط. الشرط الأول الإقلاع عن الذنب، يعني ترك الذنب الذي تاب منه. أما أن يتوب بلسانه وهو مقيم على الذنب هذه ما تنفع، توبة كاذبة. الشرط الثاني أن يعزم أن لا يعود، إن كان تاب توبة مؤقتة في رمضان أو في يوم الجمعة أو ما أشبه ذلك، ثم يرجع إلى الذنوب إذا سنحت له الفرصة، ينوي هذا أنه توبته مؤقتة فقط، فهذه توبة لا تقبل. لابد أن تكون التوبة مستمرة إلى الممات، ينوي أنها مستمرة إلى الممات. ولكن لو وقع في ذنب أو غلبته نفسه أو الشيطان مع أنه عازم على ترك الذنب، فإنه لا ييأس من رحمة الله، يتوب، يكرر التوبة، كلما أذنب يتوب، يتوب الله عليه. الشرط الثالث أن يندم على ما حصل منه من الذنوب. إن كان لم يندم فإنه توبته غير صحيحة، يندم على ما حصل منه، يستحي من الله عز وجل، يخشى أن لا تقبل توبة، لا يأمن من العذاب ويأمن ويقول أنا تائب، لكن يحسن الظن بالله، ولكن لا يأمن أن لا يقبل الله توبته، إنما يتقبل الله من المتقين. وإذا كان ذنب بين العبد وبين الناس، ظلمهم بأخذ أموالهم أو تكلم في أعراضهم أو ظلمهم بأي ظلم كان، فلا بد أن يطلب المسامحة منهم وأن يؤدي حقوقهم التي أخذها منه، ويطلب منهم المسامحة. إن تعذر عليه ذلك فإنه يكثر من الدعاء لهم والثناء عليهم، لعل الله أن يكفر عنه. نعم. أحسن الله إليكم شيخ صالح. أنتقل إلى سائل آخر. يسأل محمد من الفرعة، يقول: ما ثمرات الإنفاق والصدقة في سبيل الله؟ كما ذكر الله جل وعلا: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، يضاعف أكثر من 100 حبة، أي أكثر من 700 حبة أو أكثر من 700 ضعف، ضاعف أضعافا كثيرة سبحانه وتعالى، لا يعلمها إلا هو. لكن من شرط هذا أن لا يمن بصدقته، لا يمن بصدقته. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، فالمن بالصدقة يبطلها بنص الآية الكريمة، وقال: ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، كذلك لا يؤذي المتصدق عليه ويرى أن له فضلا عليه ويتمنن عليه. كذلك الشرط الثالث وهو مهم جدا وأساس، أو أن يكون المال المتصدق به من الكسب الحلال، فإن الله طيب
طيب لا يقبل إلا طيبا. والشرط الرابع أيضا أن يكون المال المتصدق به مما ينتفع به، لا يكون من الردي الذي لا ينفع أو نفعه قليل. قال الله سبحانه: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، والخبيث هنا المراد به الردي من المال. نعم. أحسن الله إليكم. أيضا الأخ محمد يسأل يقول: شخص يقول إنه يبقى حتى ساعة متأخرة من الليل على الإنترنت والحاسب الآلي بنية نشر النصائح ودعوة الآخرين، فهل يعد هذا قياما لليل؟ لا، ليس هذا قياما لليل، هذا من طلب العلم، كان من أهل العلم وكما ذكر أنه بنية صالحة وعنده استعداد علمي، فهذا من طلب العلم ومن الدعوة إلى الله عز وجل، لكن لا يفني ليله كله حتى بالصلاة، صلاة النافلة والتهجد، لا يفني ليله كله، بل ينام، ينام من الليل. النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام عليه الصلاة والسلام أول الليل ويستيقظ آخره. قال صلى الله عليه وسلم: خير القيام قيام داود، وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه، ثلث الأوسط جوف الليل، وينام سدسه آخر الليل قبل صلاة الفجر. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل آخر يسأل يقول: ما هو العمل لإبطال السحر بارك الله فيكم؟ العمل لإبطال السحر بما شرع الله عز وجل من الأدعية والأذكار وقراءة الآيات خصوصا الواردة في ذكر السحر، وأيضا إذا عرف مكان السحر، إذا عرف مكان السحر، لأنه في الغالب يكون مخبأ في مكان، فإنه إذا عرف مكانه يستخرجه ويتلفه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وبالرقية الشرعية يطلب من أهل العلم وأهل التقوى من يرقيه، كذلك هذا من العلاج للسحر. نعم. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. هذا السائل يقول: كنت في سفر من الرياض إلى المجمع ودخلت مع الإمام في صلاة الظهر بنية الجمع والقصر، وصليت مع الإمام ركعتين فقط لأنه فاتتني ركعتين، ثم بعد أن سلم الإمام لصلاة الظهر سلمت معه وقمت وصليت ركعتين، كنت أنا الإمام في جماعة أخرى، فهل صلاتي للظهر والعصر قصرا صحيحة؟ لا، صلاتك للظهر غير صحيحة، لأن من صلى خلف إمام يتم وجب عليه الإتمام تبعا لإمامه، هذا هو الحكم الثابت، أن من صلى مع إمام يتم الصلاة فإنهم يتمون. ولهذا لما صلى الصحابة رضي الله عنهم في منى خلف عثمان رضي الله عنه كان يتم الصلاة في منى، أتموا الصلاة معه وهم يرون القصر، لكن لما أتم إمامهم أتموا معه. يجب على من تم بإمام يتم أن يتم الصلاة، فلا بد أن يعيد هذه الصلاة لأنه أخطأ في ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. أنتقل إلى سائل آخر يسأل حفظكم الله، رمز لاسمه بعبد الله، يقول: هل هناك اختلاف بين الرشوة والعطية التي يقدمها الشخص مقابل إنجاز عمل ما لشخص آخر أنجز له العمل، وما هو ضابط وحكم الرشوة؟ الرشوة هي السحت، الله جل وعلا وصف اليهود بأنهم أكالون للسحت، سماعون للكذب، أكالون للسحت. السحت هو الرشوة، والرشوة مكسب خبيث في نفسها، وأيضا تؤثر تأثيرا خبيثا في المجتمع، لأنها تضيع الحقوق وتجرئ الظلمة على ظلمهم، ففيها فساد للمجتمع، فعلى من ابتلي بذلك أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يترك الرشوة. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله الراشية والمرتشية والرائش، ثلاثة، والراشي هو الذي يدفع الرشوة، والمرتشي هو الذي يأخذه، والرائش هو الذي يسعى بينهم، كلهم ملعونون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي جريمة خبيثة بأي اسم سميت، هدية، عطية، حق، أو ما أشبه ذا، أتعاب، أو ما أشبه ذلك، كل مسؤول فإنه لا يعطى شيئا من المراجع، كل مسؤول في دائرة أو قائم على عمل فإنه لا يعطى شيئا في مقابل عمله، بل يكفيه راتبه الذي يأخذه. استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا على الصدقة، يعني على جمع الزكاة، فجاء وقال: هذا لكم وهذا أهدي إلي. غضب النبي صلى الله عليه وسلم وخطب وقال: ما بالنا نبعث الرجل على العمل مما ولانا الله عليه ثم يأتي ويقول: هذا لكم وهذا أهدي إلي، أفلا جلس في بيت أمه
فينظر هل يهدى إليه. فلا يجوز هذا العمل. يجب على المسلمين أن يحاربوا الرشوة وأن يتجنبوها. يجب على المراجعين أن يحذروا من الرشوة. يجب على الإداريين والمسؤولين أن يحذروا من الرشوة بأي صفة كان، حتى لو منفعة، لو أعطاك منفعة، قال اسكن بداري سنة أو أيام، أو هذه سيارتي اركبها أحمل عليها، كل هذا يدخل في الرشوة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل آخر يسأل يا شيخ صالح، يقول هل يجزئ الوضوء والغسل من مياه برك السباحة العامة والتي في البيوت أو الاستراحات والتي يزاد في مائها ويجدد بالفلاتر الحديثة؟ نعم، الماء الكثير المستبحر لا بأس من الاغتسال فيه، إنما النهي جاء عن الماء الدائم الذي لا يجري أن يغتسل فيه الجنوب، وهو القليل يعني. أما البرك الكبيرة والأنهار والبحار والآبار لا مانع أن يغتسل منها. نعم. أحسن الله إليكم. سائل آخر يقول المال الموقوف لبناء مسجد هل فيه الزكاة إذا حال عليه الحول؟ نعم، ما دام ما بنى المسجد ولا أنفقه فهو ملكه، يجب عليه الزكاة فيه. نعم. يقول العقار والأرض إذا قصد بها التجارة هل يجب فيها الزكاة؟ بلا شك، إذا نويت للتجارة أصبحت من عروض التجارة من السلع، فيجب أن تقوم عند تمام الحول عليها بعد نية بيعها، ويخرج ربع العشر من قيمتها المقدرة. نعم. أحسن الله إليكم. سؤاله الأخير يقول ما حكم دفع الزكاة من العم لأبناء أخيه إذا كانوا فقراء، وكذلك الخال، وهل يجوز دفع الزكاة لأصول المزكي أو فروعه، ومن أراد الزواج هل تدفع له الزكاة إذا كان يستحق؟ نعم، من أراد الزواج وهو فقير ولا يستطيع الزواج إلا بمساعدة يساعده من الزكاة، هو أولى بها. وكذلك زكاة الدفع الزكاة إلى القريب كالعم والخال وأقاربه، لأن الصدقة على القريب بأجرين، أجر الصدقة وأجر الصلة كما في الحديث. أما وصول المزكي وفروعه فلا، ما تصلح لهم الزكاة، لا تجوز زكاة الولد لوالده ولا زكاة الوالد لولده، لأن الواجب على كل منهما أن ينفق على أصله أو فرعه إذا احتاج، لا يجعل الزكاة واقية لماله. نعم. لعلكم تبينون الأصول والفروع يا شيخ. الفروع هم الآباء والأجداد والأمهات والجدات، هذه الأصول. أما الفروع فهم الأبناء والبنات وأولاد البنين وأولاد البنات إلى آخره. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل آخر يسأل يقول ما منزلة اليقين من الدين؟ حبذا فضيلة الشيخ لتفضلتم بإيضاح لهذه المنزلة العزيزة. نعم، اليقين هذا من أعمال القلب، تيقن بقلبه ما يفعله بجوارحه وما يقوله بلسانه، فيتيقن هذا، يتيقن أيضا ما أخبر الله به من أمور الآخرة والجنة والنار، يتيقن هذا، كل ما أخبر الله به فإنه يصدقه باليقين، لا يشك فيه ولا يتردد، أنه خبر عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو يتيقن ولا يشك فيه، من شك فيه فهو كافر. والدرجات ثلاث، أولا اليقين وهو التصديق الجازم، ثانيا علم اليقين وهو الخبر الصادق، ثالثا عين اليقين وهو الرؤية للشيء، الرؤية لما وعد الله، لما أعد الله عز وجل، هذا عين اليقين. نعم. أحسن الله إليكم. انتقل إلى سائل آخر، عبد العزيز من الرياض يقول امرأة كبيرة في السن لا تضبط نفسها من حيث الطهارة، هل لها الجمع بين الصلوات؟ إذا احتاجت إلى الجمع تجمع بين الصلاتين بوضوء واحد، لأن هذا أسهل عليها، فلا مانع من ذلك، لأنها في حكم المريض. نعم، بارك الله فيكم. هذا سائل آخر يقول أسأل عن الحكم الشرعي في المرأة التي تسب زوجها إذا كان عنيدا نوعا ما مع الآخرين. لا يجوز السب والشتم والغيبة والنميمة، لا بين الزوجين ولا غيرهما، عليها أن تناصحه، عليها أن تناصحه إذا انتقدته بشيء، كما أن عليه هو أن يناصحها إذا انتقد منها شيئا. ولا تجوز الغيبة لأحد، الغيبة والنميمة من كبائر الذنوب. نعم. سؤاله الآخر يقول إذا عدمت العشرة بيني وبين زوجتي هل يدخل في ذلك قوله تعالى إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان؟ نعم، إذا لم يكن هناك عشرة بالمعروف، ساءت العشرة بينهما وتعذر الإصلاح بينكما، فلا تمسكها حينئذ، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. نعم.
المستمع عبد الله يسأل عن هجر الزوجة التي لا تطيع زوجها ولا تؤدي الصلاة، ما الحكم في ذلك؟ التي لا تؤدي الصلاة لا يمسكها، إذا تركت الصلاة متعمدة فهي كافرة، ولا يجوز له أن يمسك كافرة، ولا تمسكوا بعصم الكوافر، التي لا تصلي متعمدة هذه كافرة بلا شك ولا يمسكها. وأما إذا أساءت إليه بإساءة أخرى في حقه فإنه أو تأبت عن حقه عليها وعن عشرته أو هجرته أو منعت ماله عليه، هذه ناشز تسمى بالناشز. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، يتخذ معها هذه المراحل التي ذكرها الله سبحانه وتعالى. إن تجاوز الأمر ولم يجتي فيها هذه المراحل فلا بد من حكمين بينهما شكلهما القاضي، وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، تعالج الأمور بهذه العلاجات الربانية. نعم. أحسن الله إليكم. هذا أحمد تاج الدين سوداني مقيم في المملكة، يقول هل يلزم على المسلم أن ينتمي إلى أحد المذاهب الإسلامية الفقهية، وما هو حكم التقليد تقليد المذاهب الفقهية وأيضا الأشخاص؟ الذي عنده الاستطاعة لمعرفة الحكم الشرعي بدليله لا يقلد أحدا، يعمل بالدليل. أما الذي لا يستطيع معرفة الحكم بدليله فإنه يقلد، يسأل أهل العلم ويقلد من أفتاه، قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. تقليد المذاهب الأربعة لا شك أن هذا أضبط للجاهل والعامي والمبتدي، هو أضبط، فلا بأس أن ينتمي إلى أحد المذاهب الأربعة، وما أشكل عليه يسأل عنه أهل العلم. نعم. أحسن الله إليكم. أنتقل إلى سائل آخر، محمد علي من الرياض يقول ما هو المنهج الصحيح في التعامل مع الفتن وخاصة في الوقت الحاضر؟ تجنب الفتن، أولا يتجنب الفتن ولا يدخل فيها، فإن استدعى الأمر دخوله فيها إنه يدخل فيها بعلم، يحذر منها وينصح للناس ويأمرهم باجتنابها، وكذلك يصلح بين الناس ويهدي الفتنة، يكون له موقف، هو إما أن يعتزل عنها ويبتعد عنها، وإما أن يدخل فيها دخول المصلح والمهدي للفتن أو المطفي للفتن. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل آخر يقول هل ورد حديث عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أن مجلس علم خير من قضاء 70 ركعة، علما بأني في بعض الأحيان أؤخر الصلاة حتى أتم الاستماع إلى حديث يلقى عبر الإذاعة؟ لا شك أن طلب العلم أفضل من صلاة النافلة، طلب العلم أفضل من صلاة النافلة، لأن طلب العلم ينفعك وينفع غيرك، متعدي نفعه متعدي، وأما صلاة النافلة فنفعها قاصر عليه، فلا شك أن طلب العلم أفضل من صلاة النافلة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل آخر، أبو معاذ من تبوك يقول وردت الأدلة على الأجر في قراءة القرآن الكريم، فهل هناك أجر في قراءة الأحاديث النبوية؟ نعم، كل العلم ولله الحمد فيه أجر، من سلك طريقا التمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، والملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، هو مأجور لا شك، طالب العلم مأجور. نعم. أحسن الله إليكم. نختم هذه الحلقة بهذا السؤال من أحد الأخوة الذي رمز لإسمه بيحيى من جدة، يقول حكم من فاتته الفريضة وقد أقيمت صلاة الجنازة؟ يصلي صلاة الجنازة لأنها تفوت، يحصل على الأجر ثم يصلي الفريضة. نعم. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، جزا الله الشيخ خير الجزاء وجعل ذلك في موازين حسناته. وفي الختام هذه تحية من الزميل عثمان ابن عبد الكريم الجويبر، ألقاكم على خير في لقاء مقبل بإذن الله تعالى إن كان في العمر بقية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.